الحكم بغير ما عند الله كفر على كل حال، لكن إن كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يستبيح هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإن كان لا يستبيح هذا الشيء ويعترف أنه قد فعل محرما وأن الواجب الحكم بما أنزل الله فهذا كفر أصغر، كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب، كما فصل ذلك أهل العلم. نعم.